السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد بعنوان سورة التكاثر. هيا بنا نبدأ. كما تعودنا نبدأ بخطوات الدرس الدعاء وعرض الهدف ومناقشة التهيئة، بعد ذلك علينا نستنتج المعنى الإجمالي للآيات، الآية رقم 1 إلى الآية رقم 4، ونستنتج عاقبة العاصين لله تعالى، وأخيرا نذهب إلى ملف الأنشطة ونختار النشاط المناسب لنا. هيا بنا نردد هذا الدعاء. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. هدفك اليوم أو مهمتك اليوم تستنتج المعنى الإجمالي للآيات من الآية رقم 1 إلى الآية رقم 4. التهيئة، التعريف في السورة، سورة التكاثر، عدد آياتها 8 آيات، نزلت في مكة المكرمة. من أحكام التجويد أحكام لفظ الجلالة. هيا بنا نشاهد هذا الفيديو ونتعرف على أحكام لفظ الجلالة. أحكام لام لفظ الجلالة. هيا استمع للأمثلة الآتية ولاحظ طريقة نطق لام لفظ الجلالة. قال الله: لما قام عبد الله قالوا اللهم وإلى الله. ما الذي نلاحظه في الأمثلة السابقة؟ نلاحظ أن اللام في لفظ الجلالة جاءت مفخمة، ولكن استمع ولاحظ نطق اللام في الأمثلة الآتية: بالله، قل اللهم، في دين الله، وينجي الله. لعلك لاحظت أن لام لفظ الجلالة جاءت مرققة. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الأصل في اللام أنها مرققة في كل أحوالها إلا في لفظ الجلالة فلها حكمان. الحكم الأول التفخيم، حيث تفخم لام لفظ الجلالة إذا تقدمها فتح مثل قال الله، أو تقدمها ضم مثل قوله تعالى: لما قام عبد الله. كما تفخم أيضا إذا تقدمها ساكن بعد ضم مثل قالوا اللهم، أو تقدمها ساكن بعد فتح مثل قوله تعالى: وإلى الله. أما الحكم الثاني فهو الترقيق، حيث ترقق لام لفظ الجلالة إذا تقدمها كسرة مثل قوله تعالى: بالله، قل اللهم، في دين الله. كما ترقق إذا تقدمها ساكن بعد حرف مكسور مثل قوله تعالى: وينجي الله، أو تقدمها تنوين مثل قوله تعالى: قوما الله مهلكهم. التعريف: اللام الأصل فيها الترقيق، إلا أنها تفخم في لفظ الجلالة إذا تقدمها فتح أو ضم أو ساكن بعد ضم أو ساكن بعد فتح.
أحكام لفظ الجلالة كلمة الله. التعريف: اللام الأصل فيها الترقيق، إلا أنها تفخم في لفظ الجلالة إذا تقدمها فتح أو ضم أو ساكن بعد ضم أو ساكن بعد فتح. عليكم أن تشاهدوا هذه الأمثلة وتفرقوا بين التفخيم والترقيق كما استمعتم في الفيديو السابق. هيا بنا الآن نستمع لهذه الآيات وبعد بسم إتقانك إياها الله سجلها بصوت الرحمن وأرسلها إلى معلمك. الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. ألهاكم التكاثر. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. هيا بنا الآن نستمع إلى شرح الآيات الكريمة. تكاثر حتى زرتم المقابر. أصدقائي، هل نحن من الأشخاص الذين انشغلوا باللعب وجمع المال والاستمتاع في الحياة ولم نعمل الأعمال الصالحة استعدادا للآخرة؟ فالله تعالى هنا يقول لنا: هل ألهتنا الحياة واللعب؟ وهل سنبقى هكذا حتى يأتينا الموت؟ كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. يتوعد الله هنا الكفار وعيدا شديدا ويقول لهم: إذا لم تعملوا الأعمال الصالحة وكانت سيئاتكم كثيرة جدا ولم تستغفروا وتتوبوا لله وتؤمنوا به ومتم وأنتم على طريق الكفر، فسوف يعذبكم الله بالنار يوم القيامة. هيا بنا نتعرف على شرح معاني الآيات الكريمة. الآية الأولى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. ما معنى ألهاكم التكاثر؟ ألهاكم معناها أي شغلكم عن طاعة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بالأعمال الصالحة. ما الذي ألهانا؟ ما معنى التكاثر إذن؟ التكاثر هي معناها المقصود هنا في الآيات أي التفاخر بكثرة المال والأولاد وانشغالنا بجمع المال عن طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب، هيا نفكر الإجابة على هذا السؤال. هل عندما أكسب مالا وأكون غنيا حلالا أم حرام؟ اشرح ذلك من خلال ما فهمت. هل أنا علي إن كنت أمتلك مالا كثيرا وغنيا، هل هذا حلالا أم حراما؟ أحسنتم، علينا ألا ننشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى بجمع المال، وعلينا أيضا إن كنت غنيا ولدي المال الكثير أن أستغل هذا المال في طاعة الله سبحانه وتعالى. فكروا جيدا للإجابة على هذه الأسئلة: لماذا ينشغل الناس بجمع المال؟ لماذا ينشغل الناس بالمال؟ السؤال الثاني: كيف يستغل الناس المال في طاعة الله؟ الآية الثانية:
حتى زرتم المقابر. ما معنى هذه الآية ومعنى المقابر؟ أي أننا سنستمر منشغلين عن طاعة الله سبحانه وتعالى إلى أن نصير إلى المقابر وندفن فيها، إلى أن نموت ونذهب إلى المقابر وندفن فيها. طيب كيف سنستعد للقاء الله سبحانه وتعالى؟ هل سنظل منشغلين بجمع المال والانشغال عن طاعة الله سبحانه وتعالى؟ كيف نستعد للقاء الله؟ فكروا للإجابة على هذا السؤال. الآية 3 والـ4: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ما معنى الآية الأولى والثانية؟ بعد أن انشغلنا في الحياة الدنيا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، سيتضح لنا ويتبين أن الدار الآخرة هي خير لنا، وسوف يكون عاقبة انشغالنا عن طاعة الله سبحانه وتعالى العذاب الشديد. طيب لماذا الآن يا صف ثالث تكررت الآية مرتين؟ ما أهمية التكرير في الآيتين؟ هنا للتأكيد، لأننا انشغلنا في الدنيا والله سبحانه وتعالى أخبرنا ماذا علينا أن نفعل، ولكننا انشغلنا، فالله يؤكد في الآية الثانية على عاقبة انشغالنا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. التحليل والتدليل: من خلال الصورتين كيف يقضي المسلم وقته ليفوز بالجنة؟ من خلال الصورتين كيف يقضي المسلم وقته ليفوز بالجنة؟ أحسنتم، بالمحافظة على طاعة الله مثل الصلاة وقراءة القرآن والاجتهاد في الدراسة والتعلم، فهذا ما سيجعلنا فائزين بالجنة إن شاء الله. أفكر وأجيب: ماذا تعلمت من الآيات السابقة؟ اذكر بعض الأشياء التي تعلمتها من الآيات السابقة. اذكر بعض الأعمال التي تكون سبب في دخولي الجنة ونجاتي من النار. أخيرا التقييم الختامي: عليك أن تضع خطا تحت الأعمال التي تكون سببا في دخول الجنة. وأخيرا جاء وقت الأنشطة، اذهب إلى ملف الأنشطة، ملف PDF، واختر النشاط المناسب لك وقم بحله وأرسله إلى معلمك. شكرا لكم صف ثالث، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.